ما الضابط وقت قراءة الإمام للقرآن في الصلاة الجهرية عند ذكر آيات الوعيد وذكر جهنم والجنة؟ هل يصح وهل يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ذكره أو الاستغفار أو الاستعاذة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، روح الصلاة هي الخشوع، والخشوع إنما يكون بتدبر ما يتلوه الإنسان أو يسمعه إذا كان مأموما، وتدبر آيات الله عز وجل بالتأكيد أنه يلقي على النفس تأثيرا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا آية استعاذة إلا استعاذ. وهذا مما يتحقق به تدبر هذه الآيات الكريمات، أن يكون حاضرا فيسأل عند المسألة ويستعيذ عند الاستعاذة، يتحرك قلبه عند ما يسمع آيات التعظيم بتسبيح الله عز وجل وتمجيده. هذا ثابت في صلاة الليل، وذاك أن بناء صلاة الليل على الطول، والإنسان يصلي لنفسه، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة، الكبير والمريض وذا الحاجة. وهذا يدل على أن صلاة الليل بناءها على الطول. هذه الإجابة وهذا التأثر بالقراءة سواء بالتسبيح أو بالسؤال أو بالاستعاذة أو بالصلاة على الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره وما أشبه ذلك، هو مما يشرع في صلاة الليل. أما في صلاة الفرائض فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن من العلماء من يقول القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وأخذ من هذا أنه يسبح عند آيات التسبيح ويستعيذ عند آيات الاستعاذة ويسأل عند آيات السؤال. هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وجمهورهم على أن هذا مخصوص بصلاة الليل، والأمر في هذا قريب. ولعل من الوسط أن يقال إذا كان التسبيح أو السؤال أو الاستعاذة بالله لا تشغله عن متابعة الإمام ولا تشوش على من حوله فإنه يشرع، وأما إذا كان ذلك يفضي إلى قطع المتابعة، نعم، يعني يشتغل بالتسبيح وعن الإنصات إلى الإمام، هو ممنوع من القراءة لأجل أن ينصت. كذلك إذا كان يشوش على من حوله كما يفعل بعض الناس من رفع الصوت بالدعاء أو بالتسبيح فإن هذا ينبغي أن يترك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم.